يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالحاكمية وتحت أي شيء تندرج؟ هل تندرج تحت توحيد الألوهية أم توحيد الربوبية؟ وما هو الأثر المترتب على أحد القولين؟ والله الأفضل أنك توجه السؤال هذا للذين يقولون بالحاكمية، هم اللي يعرفونها، لكن حسب ما يظهر لي أنهم يقصدون به الحكم بالشريعة. الحاكمية يعني الحكم بالشريعة، الحكم بالشريعة مطلوب بلا شك، ولكن قبله الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته وترك الشرك بالله عز وجل، ثم تأتي الحاكمية بعد ذلك. الحكم بما أنزل الله يأتي بعد ذلك، ما يؤخذ الحاكمية فقط ويترك الباقي، يترك التوحيد، يقال التوحيد أمر سهل، لكن الحاكمية هي المطلوبة. لا، نعم.